موهبة طورتها بتقنية عالية. كارلا غريب ربة منزل ولكنها أيضا صاحبة شغف بمجال تصميم وصناعة الكيكس بطريقة مبتكرة ومميزة. زيارة لمنزل كارلا غريب اللي بتشاركنا وبتفاجئنا بتحضير كيك خاص بفريق لمسات. ما بعتبرها مهنة، هي هوبي. مثل ما في ناس بيعملوا كروشيه، في ناس بيعملوا كروس ستيتشينج، أنا بعمل الجاتويات. اعتبرت إنه أنا بدي أوقف شغل، بدي أقعد بالبيت، بس نفس الوقت ما بدي أقعد ما أعمل شيء بالبيت، فصرت أشتغل الجاتويات أكتر شوي. كنت بعمل جاتويات بالبيت دايماً، كنت بشتغل غير شغلة بالمرة، وعندي ولادي، وضلني هيك قول بدي اجرب اعرف كيف بيعملوا هالباتا سكر، شو هي هالباتا سكر اللي بحطوها على الجاتو. وسقبت عم بحضر تي في مره حطوا الروسيت، قلت بدي اجربها اذا زبطت معي. كان ابني عمره شي 5 شهور وبدي اعمده، قلت اذا زبطت معي بدي انا اعمل له الجاتو تبعه. جربته وزبطت، عملت له الجاتو وغطيته، اكيد كان جاتو كثير سامبل. بعدها بشي 3 شهور بنتي الكبيرة مرضت وفاتت على الأوبيتال، وصاروا يجيبوا لها باتا موديلي العالم، وأنا كنت ديجا هيك عم بحب جرب أشوف كيف بيعملوا الجاتويات. قامت صاحبتي كمان لتسليني جبت لي كيك ديكوريتنج بوك، مسكت هالعلب الباتا موديلي وبلشت أتسلى فيهم أعمل هيدا. وكان في كلون كمان جربت أعمله، قلت إذا زبط معي بيكون عيد ابني بعدها بشهرين كمان بعمل له جاتو. وإفكتيفمون زبط معي هيك من بتيت إشيل، ورجعت عملته هالقد كبير أنا كله جاتو وشوكولا. وهيك بلشت إنه صاحبتي قالي عيد ابني جمعة الجاي، يلا شو بنعمل له؟ بنعمل له هيدا الجاتو. صرت جرب شوي شوي شوي، وصرت أكيد طور حالي لأنه بتبلشي شغلة أول مرة، مش مثل ما تصير إلي 2-3 سنين عم تعمليها وتجربي وتخبصي وتزبط هيد ما تزبط هيدي، لا انه وصلت لهالفينيساج اللي هلا وصلت له يعني بالاختبار. بدي اعمل هلا الباتا سكر، هي سكر بودرة وجيلاتين ومي وغليسرين. بدي انقع الجيلاتين بالمي تحت ترتخي، بس يطروا على الاخر بدي احطهم هون وفوقهم مي مغليه، وبعدين بحطهم على السكر وبدي اعجنها. بدي اعجن العجينه هون مع شويه زيت تحتها تحت لما تلزق على البلان. مجبوره العجينه تكون اكبر من الجاتو تحت اقدر اضبط عليه يعني تتغطيه مزبوط. كتزيين ابسط جاتو بده ياخذ معي مينيمم 2 ساعة. بحب اشتغل اعمل بريكولاج، بقى مشان هيك حبيت هالشغله وصرت اتسلى فيها يعني، خصوصا انه ما بتزهق كل مره في شيء جديد عم تعمليه. هلا هون العجينه برقه اكثر بكثير من اللي بغطي فيها الجاتو لانه تطلع الورده رقيقه. بعدين التحسين الوردة كيف كنت أعملها أول بالأول مش مثل ما هلأ بعملها مثلاً. ما عندي كلاينتس، عندي أصحابي أنا هيدي مش أصحاب يعني، وهلأ أولادي بالمدرسة، عندي 3 أولاد بالمدرسة، فالأصحاب كتير كتار، أصحاب الأولاد كتير كتار، المعارف تبولي ابن خيي هول، بعدني مقتصرة على هالسيركل يعني ما في أكتر من هالقد. هيدا رويال آيسينج، هيدا بياض البيض مع سكر بودرة، بيصير مثل الكول بلزق. البيت مش يكون بزنس، بعده أنا عم بتسلى. فوالا. مكان بتدخل عليه بينقلك لجنة من العصير الطبيعي وكوكتيل الفواكه.
طاقة، مناعة، توازن وجمال هي أقسام قائمة المشروبات بحسب النتيجة اللي بتنتظرها. قصب السكر بالأشرفية مكان مميز نتعرف عليه بهالطريق. يعطيكم العافية. مرحبا. ميرسي لكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. يلا خلينا نفوت. الخلطة السرية أول شيء. بدك إياها. بنقول لك إياها. بس. بنبلش بالصبير. فينا نعملها؟ نعملها؟ بنعملها. يلا. ترمي جيت. يلا. إيه. صبير قصيناها. قصيناها. نبلش بالصبير من ايش بنعمل لها هيك بهالشكل. طبعا كل العالم بتعرفها هيدي الضياع الكرة، طبعا معوضين على هيك شغلات. هيدي بننصح في كثير فيها، بتعطي طاقة كثير قوية. بنبلش مثلا هيدي لكن فيها تعب بخانة الطاقة كثير كثير كثير. هلا بنبلش مثلا شوية مانجا. تفضل. نرجع مثلا مندرين، هذا وعده اول جديد. جديد. لا ما تنغري من برا، بتشوفي جوا كيف لونه. هيك كيف طعم المندرين. يعني هذا سبحان الله، بتشوفي هيك المندرين. بتعصره هيدا؟ ايه طبعا مع البردان حتى تطلع خلطة طيبة. اناناس. انت مزبوط مثل ما قالوا انه من اول الاشخاص اللي عملوا الشقف، كوكتيل شقف؟ صح، قديما. قديما شقف. نحن هالفريز كان موجود وهالمانجا موجوده وهالاناس موجوده. طب ليش عم نتطور؟ بلشنا بالشقف، بس اول شيء استعملنا بصراحه العلب، كانت شوي هيك الاوضاع، وبلشنا صرنا نعمل فريش. بالنسبه للبنان كثير غني الحمد لله بالفواكه، وبالنسبه للعلب في مواد حافظه لقيناها عم تضرب كبايه الشقف. قدام زمون فريش، مانجا، اناناس، كيوي. طب شو هن الفواكه المفضلة عندك بتحب انك تستعملها بالكوكتيل؟ أكثر شيء هيدي. أكثر شيء هيدي. الصبير؟ هيدي الخلطة كثير طيبة. كثير عم يستفيدوا منها كثير يعني، والصبير كمان عصير كثير طيب مفيد. شو بيفيد؟ في شغلة قديمة عن رياض شرارة الله يرحمه، عم بيسألوه كان يحطوه أكثر شيء على الفواكه، إنه هي شو بتفيد وهي شو بتفيد وهي شو بتفيد. قالوا له الجزر بيقوي النظر. قالوا يعني بس في شغلتين لازم يعرفها لبناني. قالوا له شو هي؟ قالوا السوبر. لانه فسفوره كثير قوي. ليكي لونه كيف؟ صح. ليكي لون هذا كله لونه السوبر، فسفور كثير قوي، اقوى من الجزر. في بروتين كثير قوي. اول شيء منيح للمعده ومنيح للنظر ومنيح للمخ، وبينظف المعده كثير. انت بتلاحظي شعب لبنان اللي عم يشرب قهوه، قبل القهوه بيكون صحن فواكه قدامه. أصلاً. اول شيء بيكون هذا موجود السوبر. اخذناه فاذا؟ إذا هالقد بنظف المعدة فينا نبلش نشربه؟ إيه. كثير مفيدة. ريفريشينغ. بدنا نعرف قد ايه صار لك بهيدي المصلحة وكيف فت عليها؟ فت عليها الله يرحم والدي شغلته. وجدودنا كمان شغلتنا. فت عليها كان في ما كان فيها القصص هيدي، كوكتيل شقف والقصص هيدي وهالسرعات الموجوده. كان انجع عصير. ايه من في كان في فريز، مانجو، ليموناد. ليموناد، اناناس. تذكر انه اشتغل مع الوالد يقولوا لي اعطيني دلق. ما كان في خلطات وهالقصص هيدي وهالشلالات. كنا نعمل بتذكر عصير البزر، بزر اللقطين كمان هذا كثير مفيد. بزر اللقطين بيجي ناي، بينعمل بالحليب كتير طيب، وبنحط له ماده كتير 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 بجنن. لا بتطلع بنعمل لنا. لا ما عم نعمل، لانه هيدا الجيل اللي طالع ما بيعرف. علمونا. طيب يلا لعيونك. وكل شيء كل شيء فريش طيب، لانه هيدا الجيل اليوم جيل سريع، جيل بيشرب دغري الغازات وبيشربها. زمان كل شيء كان طيب، لما كنا ننزل على البلد تحت بالايام الروفوليسو الخضره، ننزل لتحت نشم ريحه الفريز. يقول لي الولد هون في فريز، على ريحه الفريز الطيبه. في خبره بنعرف هيدي شو اسمها، وهيدي ما تجيبها، وهيدي ما تحطها، وهيدي كذا، بنعرف يعني. يعني انت بتنقي الفواكه مزبوط، واذا مزبوط. كانت مش مزبوطه ما بتجيبها؟ ما بجيبها، ما بجيبها. لك شو جايبين فريز؟ هيدا كله هلا نحن بنغسله بننظفه وبنفرزه، متواجد الفريز، يمكن يجي ايام ما نلاقي ولا حط فريز. بس بكون انت مفرز بالثلاجه. والمانجا كذلك بتتفرز.
والمانجا كذلك. ما بصير لهم شيء من بعد. لا 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 بتسحبيها للعصير دغري، بتقصيها بتغسليها ودغري بتفرميها للعصير. بضلهم محافظين على قيمتهم الغذائية. ما في شيء، فواكه 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 فواكه، ما فيها مواد حافظة ولا بدها تاريخ. بتلاقي كل شيء من الأرض دواء. إجا زبون قال لي مضانتي مولدي، قلت له مبروك. قال لي شو بدي أخذ لها؟ قلت له يا بتاخذ لها بطيخ يا بتاخذ لها عصير صبير، هذه من شي شهرين بشرفي. طلع فيه هيك ما رد علي، ظهر لبرا حكى الدكتور تهون هون واقف برا عم بتطلع فيه، أنا قلت أكيد بده يسأل حدا، أخذ التليفون قال له دكتور كذا 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 بشرفي، إجا قال لي ليك أنت الدكتور، أعطيني صبير. كثير منظف للمعدة دواء هو بس يشرب منه. طب بحس بتعرف كل الفواكه شو المفيد فيه؟ جرب بحالي جرب بحالي وبسأل صار معك فلان هيك؟ يعني عملت هيك؟ بلاقي لك ايه مزبوط صار معي هيك. انت بتشرب كل يوم كوكتيل؟ ليكي بدي اقول لك شغله، ان كان شيف اكل وان كان كوكتيل كل واحد بيشتغل بالشغله ما بتيجي عباله، كل واحد بيشتغل بشغلة من الشيف لشغلتي وشغلة غيري بالأكل وشرب قليل، بس في شغلة بدو يدوق قبل ما توصل تبيعي شيء بدك تدوقي كل شيء. أنا الحمد لله مش متعلمة من حد، أبو الحمد لله حظني هيك رزق فيها هالقد. الله يخليك يا رب ويخلينا أصلا السكر وتتوسع أكتر. بعدين حلو على حلو بذبي. Thank you. يعطيك العافية.